هناك مجموعة من الحميات الغذائية اللي كنصحوا بها الناس بعضياتهم اللي كتبقى كتشكل خطورة كبيرة على الشخص. فلذلك حنا كأخصائيين في الحمية والتغذية كنصحوا الناس أنهم يتبعوا كل واحد على حسب الحالة ديالو مع المختص بالموضوع اللي يقدر يعطيه واحد النظام غذائي ونظام للحياة ككل ولنمط العيش باش يقدر يعاونه أنه يعالج المشكل ديال التمركز ديال الدهون على مستوى البطن اللي كيكون مصحوب عادة بمشاكل أخرى اللي منها سمنة أو زيادة في الوزن أو كذلك أمراض واحدة أخرى. الحميات القاسية اللي كيقوموا بها بزاف ديال الناس باش ينقصوا من الوزن وخصوصا أنهم يحيدوا الدهون المتمركزة على مستوى البطن كتقدر في غالب الأحيان أنها بصح تعاونهم أنهم ينقصوا من الدهون ديالهم، ولكن كينساو أن هاد الطرق هادي كتقدر تؤدي بهم إلى أخطار أخرى، منها نقص في الفيتامينات وفي الأملاح المعدنية، منها أمراض واحدة أخرى اللي تقدر تنجم على هاد المشاكل الصحية من نقص فيتامينات وأملاح معدنية وما إلى ذلك. وكذلك ما نساوش أن ملي كنفقدوا الوزن بسرعة فإحنا كنكون عرضة لأننا نرجعوه دغيا دغيا، وهذا ما يسمى بليفي يويو، يعني شخص كيفقد الوزن ديالو دغيا دغيا كيحيد الدهون المتمركزة على مستوى البطن كيف ما كان باغي، ولكن كيكون عرضة أنه يرجع هذوك الكيلوات وهذوك الدهون كاملين اللي طيح قبل بالحمية القاسية اللي طبق. هادشي علاش كنصحوا الناس أنهم يتبعوا حميات مشخصة كل واحد على حساب الحالة ديالو وكل واحد على حساب العوامل اللي أدات للتمركز ديال الدهون عنده سواء على مستوى الجسم ديالو ككل أو على مستوى البطن بشكل خاص.